نشاهد مسألة إفراغ المصلين المصلى القبلي في المسجد الأقصى من المصلين بعد اقتحام القوات الإسرائيلية، هذا المشهد الآن على شاشة الحدث نحن نتابع مشاهدينا. إذن مشاهدينا نحن نتابع لحظة إفراغ المصلى القبلي من المصلين في المسجد الأقصى كما تحدث الزميل زياد حلبي قبل قليل. يعني عادة ما يتم الاعتكاف في هذه النقطة ويركز عليها من القوات الإسرائيلية.